مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من سبورتيفا، والذي نتناول فيه اليوم المنتخب الوطني للناشئين تحت سن 15 عاما يستعد للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر وبطولة إيطاليا الودية للعبة. لجنة المسابقات العامة بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم تحدد مباريات المجموعة الرابعة لفرق الدوري الليبي الممتاز. والاتحاد والأهلي طرابلس يستعدان لخوض منافسات النسخة الرابعة عشرة من البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد بتونس. تعادل التعاون إجدابيا مع نظيره الهلال إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت أمس على أرضية ملعب بنينة بمدينة بني غازي ضمن منافسات إياب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. افتتح التعاون باب التسجيل عبر لاعبه مصطفى التاجوري في الدقيقة 52 قبل أن يدرك أحمد العبار التعادل للهلال في الدقيقة 55، وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده من النقاط إلى 19 نقطة بالمركز الثاني، كما رفع الهلال رصيده من النقاط إلى النقطة 17 بالمركز الثالث في سلم الترتيب العام لفرق المجموعة الأولى. بشر منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة تدريباته في العاصمة الليبية طرابلس بإشراف المدرب هشام الزياني تحضيرا للاستحقاقات القادمة. التدريبات جرت بحضور أغلب اللاعبين المختارين لهذا التجمع الذي سيستمر لعشرة أيام. سيختار من خلاله المدرب قائمة نخبة اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة أمم أفريقيا التي ستحتضنها ليبيا في شهر مايو القادم. تعاقدت فريق الأهلي بني غازي لكرة اليد مؤخرا مع 4 لاعبين جدد، وذلك لدعم الفريق الأول بعدد من اللاعبين المهرة استعدادا لمنافسات الدوري العام للمنطقة الشرقية في موسمه الرياضي الجديد. هذا وتعاقد الفريق مع كل من عبد المجيد الكبير ويحيى الفلاح القادمين من نادي النجمة، ومحمد الجعكي القادم من نادي المشعل، وعلي جهاني القادم من نادي الأهلي طرابلس. يلتقي غدا الخميس فريق الاتحاد مع نظيره الترسانة في ختام المرحلة الثالثة من منافسات الدوري الليبي لكرة السلة. يشار إلى أن فريق الاتحاد كان قد ضمن التأهل للدور السداسي لتحديد بطل الدوري الليبي للعبة، علما أن مباراة الفريقين ستقام على قاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية في 6:30 مساء. يشارك كل من فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس في منافسات النسخة الرابعة عشرة للبطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد التي ستحتضنها مدينة صفاقس التونسية بمشاركة 9 فرق عربية، حيث سيلاقي الاتحاد نظيره ساقية الزيت التونسية يوم غد الخميس في افتتاح البطولة، بينما سيواجه الأهلي طرابلس نظيره وجدة المغربي يوم الجمعة القادم. يشار إلى أن فريق الاتحاد كان قد أجرى لقاء وديا جمعه بفريق منزل التميم بمدينة سوسة التونسية تحضيرا لهذه البطولة، حيث حقق الفوز عليه ب 27 مقابل 26 هدفا، كما فاز الأهلي طرابلس على نظيره الشحية وديا ب 28 مقابل 25 هدفا، بينما سيلعب الأهلي طرابلس مباراته الأولى يوم الجمعة القادم في البطولة. أعلنت إدارة الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عن تقديمها لرواتب شهرية وحوافز مالية للاعبي المنتخبات الوطنية، كما سيقدم جوائز مالية لبطولة ليبيا لبناء الأجسام. هذا وقال رئيس اتحاد اللعبة عادل جريو خلال الاجتماع السنوي الذي عقده مجلس الإدارة بأسرة اللعبة بقاعة الاتحادات الرياضية بطرابلس مؤخرا أن الاتحاد سيخصص مكافآت ورواتب لرياضي المنتخب الوطني مطلع شهر إبريل المقبل، كما سيخصص ولأول مرة في تاريخ اللعبة بليبيا مبلغا ماليا لبطولة ليبيا لبناء الأجسام والتي ستقام خلال شهر سبتمبر القادم استعدادا لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط التي ستقام بالبرتغال خلال شهر ديسمبر القادم.
وصلت بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى إلى مدينة شليفة الجزائرية، وذلك للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للعدو الريفي التي ستنطلق فعالياتها السبت المقبل. هذا ويمثل المنتخب الوطني في هذه البطولة عن فئة الأواسط كل من العدائين مروان عبد الله البكاي وسهيل عبد الباسط الفيتوري وعلي عبد الحكيم الضاوي وعبد الباري جمعة خميس. أما عن فئة الكبار فسيمثلها العداء عادل محمد الفرجان. سبورتيفا متواصلون وتتابعون فيه بعد الفاصل. برشلونة في مواجهة ضيفه تشيلسي، وبايرن ميونخ يحل ضيفا على بشكتاش في إياب دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. كان يمشوا من المدينة القديمة على رجليهم ويركبوا فوق معمل الزيت باش يتفرجوا على المباراة. ما فيش حد يقعد خلاص صبي حتى هيك، لأن ما فيش ناس زمان ولعبها معنا بحواجها مش ناس الولا. هذيك كانت بدايتنا احنا الحقيقية لمنتخب ليبيا. فأنا ما نبيش نلعب طاير، نبي نلعب حارس قدم. محمد امشي للقدم، علي عدل اليد، كمال عدل الطاير. اختاروني أكثر مرة المنتخب، لما يختاروني ما يصيرش مشاركة. لما ما يختارونيش يصير يحصل يلعب مباراه وديه بعدين يوقفوه ومسكها حارس المرمى ولعبها دي رقم 2. ما تعرفش انت من 2 في الفريق هذا ولا في الفريق الثاني، وتروح للحوش الوالده تطلع على تغسل الملابس نتاعك وتجهز باش غدوه تمرن به. سنه 72 تم اختياري منتخب القدم ومنتخب السله في نفس الوقت. تسبحوا كيف كان الجمهور الليبي، كيف كان مقعمس في البلد. كرة زمان ياتيكم في الاوقات التاليه. أنا لم أكلف الخزانة الليبية قرشاً واحداً. في الحلقة القادمة من أرشيف وتاريخ تشاهدون لقاءً مع رئيس المؤتمر الوطني العام السابق الدكتور محمد المقريف حول فترة عمله في ديوان المحاسبة وكسفير ليبيا في الهند قبل انشقاقه ومعارضته لنظام القذافي. أن النظام حاول في شهر مارس 1984 أن بل ضرب إذاعة أم درمان متحسباً أو متوقعاً أن إذاعة الجبهة كانت تبث من هناك. قال لي يا أخ محمد، إذا كان فيه وثيقة يمكنها أن تدين هذا العهد فهي هذا التقرير. أرشيف وتاريخ يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم القائمة النهائية للمنتخب الوطني للناشئين تحت سن 15 عاما، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا التي ستقام بالجزائر وبطولة إيطاليا الودية للعبة. هذا وأعلن اتحاد الكرة قائمة المنتخب الوطني للناشئين الذي سيدخل في معسكر داخلي بمدينة طبرق بداية من 18 من مارس الحالي، علما أنه سيتم قبل ذلك تجمع لاعبي المناطق الوسطى والغربية والجنوبيه بطرابلس السبت المقبل. بدون يفتح اللعبه للجهه اليسرى، متابعه من عبد الله الشريف ظهير الايمن للمنتخب الوطني. اللافي تعود من الدفاع التونسي. المصراتي لا زالت الكره الليبيه. اللافي اللافي لا زال يحتفظ بالكره، يتفاصل في لعب الكره، تعود من المهدي التونسي. اذا على بركه الله تعالى وللحديث عن اختيار منتخبنا الوطني للناشئين ينضم إلينا هنا في الاستوديو محلل قناة ليبيا الرياضية محمد المتناني. مساء الخير محمد. مساء الخير. يعني قبل الذهاب إليك، معنا الآن الفونو الاتصال الهاتفي من مدرب المنتخب الليبي للناشئين المدرب فوزي العساوي. مساء الخير مدرب فوزي. يعني هل ترى أو برأيك يعني على أي أساس تم اختيار عناصر منتخب ليبيا للناشئين؟ كابتن فوزي هل أنت معي؟ معك نسمع فيك. نعم. سألتك في البداية، يعني سألتك في البداية برأيك على أي أساس يعني تم اختيار عناصر منتخب ليبيا للناشئين؟ أولا طبعا
نشكركم على الاستضافة طيبة بالنسبة لنا، نحاول أن نوضح بعض الأمور. طبعا بالتأكيد المنتخب الناشئين طبعا مهم جدا بالنسبة للكرة طبعا في سواء في ليبيا أو سواء في أي دولة أخرى. للأسف احنا أحيانا يعني يتم اختيار اللاعبين الناشئين، طبعا اختيار يعني يعتبر ربما حتى من عملية التبليغ يعني تكون العملية يعني متأخرة جدا، فيكون في صعوبة في الاختيار نظرا طبعا للمساحة طبعا ليبيا طبعا مساحة كبيرة. شيء ثاني طبعا عندك الاتحادات الفرعية أحيانا طبعا ما فيش يعني دوريات بالنسبة للفئات السنية. نحن طبعا درنا برنامج على أساس أنه يكون في كل اتحاد فرعي يكون في منتخب للناشئين تحت سن ال 13 سنة أو 14 سنة بحيث أن نمروا عليها الاتحادات الفرعية ويتم الاختيار طبعا للرياضيين. طيب كابتن فوزي من خلال هذه الاختيارات يعني هل هناك لاعبين مميزين داخل صفوف المنتخب الذين اخترتهم؟ لاعبين طبعا انا مش اول مره نكون طبعا في المنتخب الناشئين، ربما هذه اكثر من مره. والحمد لله يعني المواهب موجوده في ليبيا، والان طبعا حتى في تواصلنا طبعا مع المدرب الاستاذ طبعا عياد الجاري الدكتور في اغلب الرياضيين رغم من الفئات السنيه، يعني ربما الرياضيين ممكن الان موجودين في حتى في الانديه، يعني موجودين الان يلعبوا في بعض الانديه مولدين مواليد 2000 يعني مواليد 2000 موجودين طبعا في اختياراتنا للاعبين. بالتاكيد ان الليبي موهوب جدا، لكن اهم شيء هي الاستمراريه للاسف. نعم يعني نحن نشوف في بعض الاوقات أن بالنسبة للمنتخب يعني في الوقت المناسبات فقط، يعني ما فيش استمرارية، والشيء هذا بالتأكيد أنه طيب يخلق. طيب ما السبب يعني برأيك بعدم الاستمرارية في نعم كابتن فوزي ما السبب يعني؟ نعم ما السبب؟ يكون في إشكالية طبعا في بالنسبة أحيانا حتى لكن مهم الاستمرارية بالنسبة يكون كابتن فوزي يبدو أن الصوت غير واضح، يعني هل أنت في الاستماع إلي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع فوزي العساوي مدرب منتخب ليبيا للناشئين لكرة القدم، يعني كنت معنا ضيفا. لو انتقلت إلى محلل قناة ليبيا الرياضية أو ليبيا لكل الأحرار هنا في الاستوديو معي محمد المتناني، يعني محمد مساء الخير. مساء لو سألتك عن الاختيارات التي قام بها فوزي العساوي، هل كانت مثلا اختيارات مجدية أم كان الوقت ضيق بحكم أن دوري الناشئين كما تعلم يعني متوقف؟ أكيد حمزة، دائما وأبدا دخلنا في صراع ضد الوقت، دائما الاستعدادات كانت بطيئة ومتأخرة نوعا ما، رغم أن المنتخب الليبي للشباب أو الناشئين أو الأولمبي دائما يحقق في تحققات ومشاركات طيبة. في أسبانيا 2005 حققت الترتيب الرابع وخرجنا من صاحب الأرض، 2009 أيضا في بسكارا كنا نلعب الترتيب الثالث والرابع، فزنا على المنتخب الإيطالي بقيادة دبياجو اللي هو الآن مدرب المنتخب الإيطالي الأول، كان متواجد ايضا درميان نجم مانشستر يونايتد حاليا. دائما زي ما قال الكابتن فوزي المواهب موجوده، ولكن تحتاج لصقل هذه المواهب، يعني تحتاج لدوري. يعني انت يعني تقول ان قله الدعم لهكذا منتخب أكيد هو السبب يعني في هذا التاخر. الاول قله الدعم، اثنين لا يوجد دوري طويل الامد او ملامحه واضحه بدون تواريخ، بدون جدول المباريات، من يباري من، بدون ايضا الملاعب ايضا البنيه التحتيه فيها مشاكل. بهذه الاشياء صراحه أعدام الكرة الليبية نعول طيب. نعول على المسؤولين على وضع رزنامة واضحة للدوري طويل. أيضا زد على ذلك المشكلة الكبيرة لا وجود لدوري رديف تحت 23 سنة للأندية الكبيرة، دائما تعول على اللاعبين المحترفين وتعول على اللاعب الدوليين، لاعب من 20 سنة ل 23 سنة ممكن ما يلقاش الفرصة الكافية أن يلعب فيها، لا وجود لدوري رديف يلعب فيه ممكن يسقل مهاراته ويكون يحافظ على رتم المباريات، هذا أيضا ما فيش. زد على ذلك الدوري للناشئين ما فيش، كيف استندوا المنتخب أن يختار
منتخب يشارك في افريقيا، يجب احنا عندنا استحقاقات بطوله افريقيا بطوله وديه، عفوا بطوله ايطاليا بطوله وديه وعندنا المشاركه المغربيه. طيب يعني انت يعني من خلال متابعتك لهذا الموضوع، هل انت متخوف بان المنتخب الليبي لن يحقق يعني نتائج ايجابيه في ظل هذا التوقف وفي ظل هذا التاخر الذي اشار اليه المدرب؟ اكيد في ظل هذا التخبط الاداري ما تقدرش تطالب هذا المنتخب بنتائج كبيره، دائما كانت احنا نعول على اللاعب الفردي، اللاعب الليبي دائما فردي، ولكن الان في ظل الاحتراف وتطور كره القدم يجب ان تكون الشغل كمنظومه، من تبدا من اتحاد الكره ولجنه المنتخبات ولجنه المسابقات ومن ثم الانتقال لمدرب منتخب وتعطيه الوقت الكافي انه يعد ويحضر، من ثم محاسبته. الان مش تحاسب باي شيء بين النتائج او اعداد منتخب. برايك ما هي المعوقات طيب للمنتخب الليبي في مشاركته للاستحقاقين القادمين في بطوله افريقيه في الجزائر وبطوله الوديه في ايطاليا، نظرا لان زي ما قلنا لان عدم يعني وجود دوري او عدم وجود مثلا فئات سنيه مثلا محترفه لبعض الانديه، يعني الى ماذا تعزو ذلك؟ يجب التنافس حمزه اولا داخلي ومن ثم الانتقال خارجي، ايضا بالقصد بالانتقال الخارجي يجب المقارنه بدول الجوار المغرب والجزائر، احنا عندنا الان بطوله شمال افريقيا اللي فيها الجزائر والمغرب وتونس، يجب البحث على مباريات وديه بنفس الخصائص المنتخب التونسي والمغربي والجزائر، هذا هم المنافسين المباشرين لنا، ايضا نلعب معهم في نفس القاره، ولكن اللعب في دوره في اوروبا بدون تحضير بدون مباراه وديه هذا نوع من العشوائيات، يجب على لجنه المسابقات وضع خطه طويله الامد لإنقاذ الكرة الليبية وإنقاذ المنتخبات. دائما ما حققنا نتائج، دائما هذا المنتخب الشباب حقق نتائج طيبة، ولكن بدون دعم بدون استراتيجية بدون تخطيط هذه العشوائيات حتقضي على الكرة الليبية حتما. هو على كل الحال يعني نتمنى التوفيق للمنتخب الليبي لكرة القدم منتخب الناشئين، وكذلك التوفيق للمدرب فوزي العيساوي في هذا الوقت العسير والضيق جدا. زي ما قال الكابتن هو مش أول مرة كان مع المنتخب، ولكن احنا نعول على خبرة الأستاذ فوزي وحنقده في إدارة في التعامل مع النجوم الشابة وإدارة المنتخب في وقت ضيق، هذا من أوله لأنه هو صاحب خبرة أكثر من 10 سنين، هو كان يشتغل مع منتخبات السنية. لنتطلع يعني بشكل جيد لمشاركة المنتخب الليبي في هذين الاستحقاقين. شكرا لك محمد المثناني محلل قناة ليبيا الأحرار، كنت ضيفا هنا معي في الاستوديو. ونبقى في مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث حددت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الأسبوعين الرابع والخامس لفرق المجموعة الرابعة، تقرر أن تقام في توقيت واحد، ومن أبرز تلك المواجهات مباراة الأهلي طرابلس والخمس التي ستقام في 30 من الشهر الجاري بملعب طرابلس الدولي. يسرنا حول هذا الموضوع أن نستقبل الآن المعلق الرياضي لقناة ليبيا الأحرار الذي تعاقدت معه مؤخرا الكابتن أيمن المعيشي. مساء الخير أيمن وأهلا بك في قناة ليبيا الأحرار. مساء النور حمزة ومساء النور كل من يشاهد ليبيا الأحرار. أهلا وسهلا بك أيمن. في البداية يعني كيف تقيم زيارتك لقناة ليبيا الأحرار، يعني خصوصا أنك كنت يعني مبتعد عن الأضواء ومبتعد عن الشاشة؟ بصراحة الشكر التام لكل موظفي ليبيا الأحرار على حفاوة الاستقبال. ليبيا الأحرار كانت بمثابة قارب النجاة في وقت إن كانت القنوات الغير ناقلة للدوري الليبي والرياضة الليبي يعني قارب النجاة لأن تشاهد الدوري الليبي في قناة ليبيا الأحرار وأن يتابع كل الوطن يعني العربي، لا يخص أن أتكلم على ليبيا فقط، فالكل كان يتابع الدوري الليبي على قناة ليبيا الأحرار، فهذا الشيء زادني شرف أن أكون أول معلق يكون في قناة ليبيا الأحرار، وأتمنى أن تكون هذه الأمانة على عاتقي يعني في أن أكون معلقا في متناول رضا كل من يتابع قناة ليبيا الأحرار. يعني بدايتك لو سألتك يعني في مجال التعليق الرياضي، متى كانت بداية بالنسبة لأيمن في مجال التعليق الرياضي وخصوصا تعليق مباريات كرة القدم؟ بصراحة طبعا المعلق هو بدايتي كخطوة أولى كأي معلق يعني الإذاعة المسموعة، والكل يعني تتلمذ على المدرسة الإذاعية في التعليق ثم الانطلاق إلى القنوات المرئية.
البداية كانت بقناة يعني بنفس الاسم وزن سبورتيفا الأرضية اللي كانت تبت من طرابلس، ثم الانتقال إلى قناة أون سبورت الأرضية يعني كانت تنقل الدوريات الأوروبية، ثم الانتقال أيضا كمنتدب مع قناة ليبا بالوراما وقناة ليبا الرياضية، وأيضا كنت معلقا في قناة سبورتيفا وقناة فزان. يعني بداية والحمد لله كانت جيدة. نعم يعني هناك يعني مسيرة طويلة وتنقل ما بين القنوات. طيب يعني أنت يعني ستقوم بالتعليق على مباراة السواحلي بإذن الله تعالى مع جاره الاتحاد النصراتي في ديربي مدينة مصراتة، ماذا يجهز لنا أيمن البعيشي لهذه المباراة؟ أكيد طبعا هو شرف كبير أن أعلق ديربي توباكتس كأول مباراة يعني تلعب في دوري الإياب، يعني هي ثاني مباراة تلعب في الدوري الممتاز، لقاء الإياب يعني في الجولة في الموسم الحالي، وهذا لقاء الإياب يعني شرف كبير أن أعلق يعني ديربي ويكون الجماهير حاضرة في ملعب مصراتة، يعني شرف كبير أن تكون البداية بمباراة كبيرة. لو سألتك بشكل إيجاز قبل أن نختم معك عن قراءتك لهذه المباراة. بصراحة مباراة تعتبر مباراة المحك، يعني فريق الاتحاد المصراتي 7 نقاط، فريق السواحلي 16 نقطة أمام فريق الاتحاد ب 21 نقطة، الفارق 5 نقاط فقط. السواحلي من أجل ملاحقة الاتحاد، الاتحاد المصراتي من أجل أن يعني يخرج من المنطقة الخطر اللي نسميه فيها، ب7 نقاط مع الترسانة ب7 نقاط، خلفهم الشط ب5 نقاط، الشرارة ب4 نقاط، يعني 3 نقاط مهمة للمدرب رضا عطية وأيضا 3 نقاط مهمة نعم. للمدرب علي المرجيني. نعم نتمنى لك أيمن البعيش مذيع ومعلق ومحلل قناة ليبيا لكل الأحرار هنا في الاستوديو، نتمنى لك مسيرة ناجحة في العمل هنا في قناة ليبيا الأحرار، كنت ضيفا معي هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. شكرا حمد. أما المشاهدين الكرام نترككم الآن مع بعض أهداف الأسبوع المسجلة من مسابقة الكأس في دورها 32. مرسال والخطورة وتزيد 1-0 النجمة، 1-0 النجمة في هذه اللحظات. في القائم الأول يا بخاري رفع كرة داخل منطقة الجزاء رصيع ممتازة جدا، والتعادل هو التعادل في هذه اللحظات. الحكم الإيقاع وهدف الأول سهيب بن سليمان، ممكن 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 جول، وبالفعل جول، جول ثاني لسفيان، ويحرز سفيان المصري هدف ثاني للفريق. إلى الأخبار العالمية، حيث ودع مانشستر يونايتد الإنجليزي منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عندما خسر أمام ضيفه إشبيليا الإسباني بهدفين لهدف في اللقاء الذي جرى أمس على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات إياب دور 16 من المسابقة الأغلى في القارة العجوز. هذا وقاد الفرنسي ذو الأصول التونسية وسام بن يدر فريقه إشبيليا للانتصار على المان يونايتد بتسجيله لهدفين في الدقيقتين 74 و78، في حين سجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدف الشياطين الحمر الوحيد في الدقيقة 84 ليودع الأخير منافسات البطولة نظرا لتعادله ذهابا مع النادي الأندلسي سلبيا. من ناحية أخرى، بلغ روما الإيطالي ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بانتصاره على ضيف شختار دونيتسك الأوكراني بهدف واحد دون مقابل في اللقاء الذي جرى بملعب الأول بالأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وجاء هدف روما الوحيد عبر لاعبه البوسني دين زيكو في الدقيقة 52 ليمنح لفريقه بطاقة المرور لربع نهائي تشامبيونز ليج، نظرا لتسجيله هدفا في لقاء الذهاب بكييف والذي خسره بهدفين لهدف ليكون ثاني فريق إيطالي يتأهل إلى هذا الدور بعد تأهل مواطنه يوفنتوس على حساب توتنهام الإنجليزي. وما زلنا في أخبار دوري إياب دوري 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تجرى هذه الليلة مباراتان يلتقي خلالهما برشلونة الإسباني ضيفه تشيلسي الإنجليزي، فيما يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفا على بشكتاش التركي. التفاصيل في التقرير التالي. يصل دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى محطته الأخيرة، حيث سيسدل الستار على مرحلة الإياب منه بلقاءين مهمين. ففي المواجهة الأبرز يلاقي برشلونة الإسباني ضيفه تشيلسي الإنجليزي على ملعبه نول كامب، وكله أمل في انتزاع انتصار على أرضه وبين جماهيره، حيث يعلم جيدا أن هذه المباراة لن تكون سهلة خصوصا أمام خصم عنيد كتشيلسي، إذ كان الفريقان قد تعادلا ذهابا بهدف لمثله بملعب ستامفورد بريدج بلندن. مدرب البلوغرانا الإسباني أرنستو فالفيردي سيعتمد على ترسانة من نجوم الفريق الكتالوني يتقدمها كل من نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورغواياني لويس سواريز، بالإضافة إلى الفرنسي عثمان ديمبلي وعدد آخر من اللاعبين المميزين، في حين سيعول مدرب البلوز الإيطالي أنطونيو كونتي على عناصر فعالة
كالبلجيكي إيدين هازارد والبرازيلي ويليان دا سيلفا والأسباني ألفارو موراتا. من جهة أخرى وعلى ملعبه فودافون أرينا يستضيف بشكتاش التركي ضيفه بايرن ميونخ الألماني، وهو موقن أن اللقاء لن يكون في المتناول نظرا لهزيمته ذهابا في الأليانز أرينا بخماسية بافارية. فمدرب الفريق التركي شينول جونيش سيلجأ لخدمات نجمه البرتغالي ريكاردو كواريجما بالإضافة لتشيلي غاري ميدل والهولندي جيرمان لينز في محاولة منه لكبح جماح القوة الهجومية الضاربة لفريق المدرب الألماني يوب هاينكس المؤلفة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي أرين روبن والفرنسي فرانك ريبيري والألماني توماس مولر، حيث يأمل هاينكس في تحقيق رقم قياسي في عدد انتصارات فريقه المتتالية بدوري الأبطال برصيد 10 مباريات، إذ لقاءان يعيدان بالمزيد من الإثارة والندية في مسابقة تعد الأغلى في القارة العجوز. هذا وتشير نتيجة مباراة بشكتاش التركي مع نظيره بايرن ميونخ إلى تقدم الأخير بهدف واحد دون مقابل في الشوط الأول من إحراز نجمه تياغو أنكانتارا في الدقيقة 18. ختام سبورتيفا مشاهدينا الكرام، أشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.